بدنا 2 دجاجة مقطعة من دجاج الطاحونة، بصلة مقطعة مكعبات، ملعقة من رب البندورة، ملعقة ثوم مفروم، ملعقة صغيرة من الكركم، 2 حبة لومي أسود، ملعقة صغيرة من الهال، ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل، وملعقة صغيرة من الفلفل حب أسود حب، ملعقة صغيرة من الكزبرة، 4 أكواب أرز بسمتي ذو الحبة الطويلة من مهراجة، 8 أكواب ماء مرق الدجاج، بودرة ماجي، شوية ملح وشوية من الفلفل أو من دون ملح بس فلفل. أوكي جاهز؟ جاهز. طيب إذن أول شيء إحنا جبنا هالدجاجات سلقناهم. تمام. عندي هون طبعا لما سلقناهم يا سمير أضفنا عليهم، خلينا نشوفهم مع سوا، ورق الغار، أوكي، كبش قرنفل، الهال، البصل، شوية زيت، لا زيت لا فش، هذا لون، شوية من الكركم، شيء خفيف جدا لا يذكر. آه. فهون صار عندي مرق، مرق الدجاج. أوكي. الدجاج عندي هون يا سمير، شايف وينه؟ تعال جاهز؟ جاهز طبعا. أنا بدي أعطيك شغلة تتسلى فيها. يب. كيف هاي تتسلى فيها؟ أنا هاي الآن بعد ما سلقت الدجاج حندخنه اليوم بالفرن. أه. الفرن قلبة. أه. حندخنه بالفرن أبو سوارة. تمام. وراح ندخن الرز، حندخن الدجاج وندخن. يعني إحنا نولع فحم اليوم؟ فحم جاهز. والله. جاهز أموري. بنحط لنا شوي من الكركم. حبيتها أنت هاي؟ شوي من هالزيت. مو أنا يعني. أمسك الفرشاية سمير. امسك يا حبيبي. أه. هاي فلفل اسود. تمام. هاي شوي من الملح، شوي صغير هيك. اخلط سمير، اخلط يا اخوي، كانك عم تعطي الباب وجهين. اوكي. ايوه. تمام. ماشي. تمام. ادهن يا سمير، توكل على الله. تمام. اذا بدنا نحمر اليوم احنا الدجاج، هذا الدجاج نحطه الفرن. أه. ولكن الان خلينا يعني عليك يا سمير، بس كثير سمير، نفسي فرشاه. أه. اسحب كل القطع. ماشي. ايوه يعني عليك يا سمير. أه. طيب إذا عندي أنا مرق الدجاج جاهز، وعندي كمان الرز، رز بسمتي من مهراجة، منقوع ومغسول ومصفى وجاهز. إحنا هون أضفنا شوية بهارات حب سمير، لومي غار، حبتين ثلاثة مسمار، وشوية يعني الخفيف جدا. الآن بدي أجيب شوية من رب البندورة، ما تكثروش، قطعة صغيرة. في حال حبيت تضيفوا عليها سن ثوم صغير واحد بس فقط لا غير، هاي الثوم إشي بسيط جدا يعني، بديش كتر أنا ثوم. شيف. أنا حبيبي. أنا جاهز. أيوة على الفرن يا سمير، يلا. هون الفرن عندنا مولع على خاصية التحمير. سمير أشكرك. هلا خلاص أنت ما شاء الله عليك. ختمت العلم، جلي. جلي وجلي. تحمير جاج ما شاء الله عليك. تمام. ممتاز. نرجع هون على المندي. صار في عندي هون بصل، صار عندي ورق غار، لومي، مسمار اللي هو طبعا كبش قرنفل. شم الريحه سمير. بنجيب رز مهراجه البسمتي الحبه الطويله المرتب، وبنضيف الرز المنقوع والمغسول. سمير وين؟ لسه بدنا نضيف عليه كمان زعفران وندخنه. طول لسه عقمت يديك منيح؟ عقمت يدي. هاي جين روعه يا زلمه، روعه. الحمد لله، الحمد لله. هي عندنا هون عم نقلب احنا الرز مع هالقطايب. شو عملنا يا سمير هون احنا؟ جبنا الميات على الرز، ضفنا مية الدجاج اللي سلقنا فيه. الآن بدنا نعطي نكهة طيبة لمين؟ لهالأكل، بودرة ماجي. مرق الدجاج الغنية مباشرة راح اقطعها وأضيفها يا سمير وين؟ على رز المندي. ولسه المندي كمان بده شغل يا سمير، بده زعفران وبده ندخنه، يعني لسه في عنا حركات وعنا فنون هتكون موجودة. طبعا هاي المرقة اللي الدجاج المسلوق كله ما في أي ملح، أنا بس استخدمت ماجي لأنه هو النكهة الغنية موجود فيه، كل شيء وكل الطعم موجود. بناخذ الزعفران مع ماء الورد، نحط لنا كم قطرة جواتها. والآن بدنا ندخن الرز، الرز نشف عندي. تمام. رايح نحط الزعفران عليه ونجيب بعد اذنك يا سمسم. ايه سمسم حلوه هاي. رائعه. نجيب الفحمات يا سمسم يا اخوي. طيب اليوم الشيف راح يستخدم لون فلفل بالسلطه، راح يسوي لنا اياها اليوم. هل اللون هو اللون الاحمر ام اللون الاخضر ام اللون الاصفر؟ ايوه دخن هنا سيدي. ايوه هون بدنا الان ندخن الرز، نطفي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا سمير.
استنى يا سمير، اكتم يا سمير، اكتم اكتم اكتم. أيوة هون صار في عنا الآن التدخين صار جوا. هسا الآن بدي كمان إيش سمير؟ بدنا ندخن ال نعم الجاج. مساعدة هناك. هاي لونه صار كويس. الآن بدنا ندخنه. أوكي. أنا راضي باللي صاير هون. فهون إحنا سمير. أنا راضي باللي صاير هون. بنبدأ الدخان من هون سمير. يلا. من هون بنولعها. الله. أوكي. وبنروح على الفرن سمير حبيبي. يلا يلا يلا. اطفع الفرن سمير، اطفع الفرن. ايوه حطوا على الدجاج وصلى الله وبارك.